السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. علم من مصادر مطلعة أن حريق مهول انشب قبل قليل بالمستوصف الحضاري العامرية ببني ملال، وأجهز على بعض المكاتب والتجهيزات الطبية دون أن تخلف أي إصابات في صفوف العاملين. ويرجح السبب أن النيران اشتعلت في الأعشاب اليابسة الكثيفة المحيطة بالمستوصف قبل أن تنتقل إلى داخل الحجرات وتسبب أضرارا مادية جسيمة في بعض الغرف والتجهيزات. وهرع إلى عين المكان رجال الوقاية المدنية الذين أخمدوا الحريق المشتعل وجنبوا انتقال النيران إلى المباني المجاورة. هذا وفتحت مصالح الأمن التحقيق لمعرفة الأسباب التي كانت وراء هذا الحريق المهول.